السلام عليكم. اليوم ما تتصورون قديش مشاعري يوم شفت الناس بالمجمع. بصراحة شعور مرة 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 حلو، لأن تقريبا قبل أسبوعين رحت وكان فاضي، كان ممل ممل ممل. الحين لما تمرين مع قعدة الناس وسواليفهم أطفالهم مرة شي يسعد. الحمد لله على عودة الحياة من جديد، وإن شاء الله بتكون هل كورونا نهاية ما بعدها رجع. أخذت من سنتر بوينت لعبة والتغليف، وهنا أخذت مجموعة أغراض من ميني سو، وأخذت من أنواع القهوة قهوة فرنسية أقدر أسويها بالبيت. فليتس جو عشان أوريكم إيش اشتريت. أول شي اشتريت هذا التغليف، قلت أبي أغلف فيه الهدية اللي الحين بوريكم. أخذت من سنتر بوينت هاللعبة، أبي أهديها لطفل فحبيتها كثير، وكان سعرها بعد مرة كويس، وعندهم عروض تاخذين لعبتين والثالثة مجانا، بس أنا اضطريت أني أخذ لعبة واحدة لأن ما أدري وش أسوي بالباقي، فلذلك أخذت واحدة بس اللي هي هذا الشكل. جبت أحرف ومقص وعشان أكتب عبارة، ولصق من قدام ومن ورا يعني على الجهتين، وبعض الرتوش. يلا نبدأ. كذا كان خلصت التغليف، كتبت عبارة بحطها بالطرف هذا وبس. هنا سويت جيب للكرت بس الظاهر كان مرة قصير، يلا خليها بالطرف. أخذت من عندهم حامل الماوس، سعره كان 5.5، وحسيت انه حلو بشوفه فبجرب ان شاء الله واقول لكم. اتوقع ان اللصق من ورا وتلصقين على الجدار. كذا شكل الاستيكر او حامل الماوس بيكون. حطيته بالحمام تكرمون، وهذا الماوس كذا يتعلق. كثير حب. اخذت من عندهم هذه بعد للوجه، سعرها كان 10 ريال. أخذت من عندهم هذه اللعبة بعد، مرة مرة كيوت، صغيرة حجمها، أفكها بعد شوية بقعد ألعب فيها. حلو، سعرها 5.5 بعد. أخذت من عندهم بعد مجموعة أكواب، تيجي 5 أكواب، في بعد لون أصفر بس تحمس عليهم ولدي وطلعهم. خلنا أوريكم الرسومات دقيقة. هذه هي الرسومات، مرة حبيتها، تحمسة انه يشرب فيها. وبعد اخذت من عندهم هذه مناديل للوجه منطقة التيزون، حبيت اني اجربها، سعرها 10 ريال، فيها 70 حبة. خلنا نفتحها واشوفها معاكم، تحمست. هذا شكل ورقات من جوا خفيفة، الحين بستخدمهم بقول لكم. وأتوقع الحين آخر شيء، أيوة. وأخذت هذه مناديل كانت عند الكاشير، حجمها مرة صغير، كثير حبيتها. نفتحه كذا أشوفه، كان سعرها 10 بكل، هي 6 حبات بكل واحدة 10 مناديل، حلو، يعتبر حلو. هذه هي شكل المناديل، بصراحة حبيتها، تصلح بالشنطة. مرة حلوة، بس ريحتهم ما أدري، بفكهم وأشوف. هذا هو حجم المنديل، بصراحة مبللة، بس الريحة ما فيها ريحة، يعني كأنها موية، بس كثير حبيتها، يعني تؤدي الغرض. الحين نجي الآخر شيء اللي هو القهوة. هذه قهوة فرنسية أخذتها من أنواع القهوة، بصراحة طعمها مرة حلو بالنسبة لي، عجبتني لأنها بتغنيني عن الحلا، لأنها قهوة حالية مو مرة، فاللي تعجبهم الأشياء الحالية أنا متأكدة إنها بتفوق لهم، واللي ما بتعجبهم ما أتوقع إنهم يعني ممكن يستطعمونها. فهي تنحط بس مع الحليب وبالملاعق اللي أنت حابتها، يعني تبينها ثقيلة خفيفة تحطين.